أنا بدي أتوجه لفخامة رئيس الجمهورية. نحن بعشية الاستقلال، هذا استقلال 76 للبنان. فخامة الرئيس رح تتوجه بكرة للشعب اللبناني برسالة الاستقلال. هذه الرسالة اليوم كتار من الناس طلبتنا بكتير من الأوقات، ونحن توجهنا لك وطلبتنا بكتير من الأوقات أنه يكون عندنا ممثلين ونحكي معك. اليوم بهذه الحلقة كان في ممثلين كتير عن وجع الناس. هذا الوجع الحقيقي اللي في مطلب واحد، مطلب بأنه نحن اليوم ما عندنا ثقة. هيدي الناس ما عندها ثقة، بدها ثقة بوجوه جديدة، بأشخاص جديدة، بناس تتشكل هيدي الحكومة من أشخاص مستقلين ما يكون عندهم تاريخ قطع بتاريخ لبنان. نحن منا أشخاص طامحين للسلطة تنقدر نعين الأشخاص اللي نحن بدنا إياهم. حطوا الأشخاص اللي أنتوا بتلاقوهم مناسبين، ولكن يكونوا مستقلين، يكون عندهم شيء قدموه بحياتهم وعندهم سكسس ستوري قدروا قدموها. نحن مستعدين ان نرجع نوقف ونبني مع هيدول الاشخاص. نحن قاطعين بازمه كتير كبيره يا فخامه الرئيس، هيدي الازمه رح توقع علينا كلنا، هيدي البخره بتغرق فينا كلنا، كل لبنان مستعد يضحي، كل اللبنانيين اللي موجودين خارج لبنان مستعدين يضحوا مع اللبنانيين اللي موجودين هون. ولكن الاهم من هيدا كله ان نرجع نستعيد هيدي الثقه، وهيدي الثقه انت الوحيد اللي قدر ترجع تعطيهم اياها من خلال تشكيل حكومه مستقله تقدر يكون فيها ناس نضافه بنوثق فيهم، نحط ايدنا بايدهم تنقدر نرجع نوقف بهذا البلد نوقف على اجرينا ونبني نحن وياهم. انا بقدر اضمن لك انه نهار اللي بتتشكل هيدي الحكومة المستقلة مليارات الدولارات من كل اللبنانيين اللي موجودين واللي بالخارج بترجع بتفوت على البنوك وبيرجع بيوقف السيستم على اجريه. ما تستهون باللبنانيين اللي انت قلت عنهم بنهار من الايام شعب لبنان العظيم، لانه هيدا الشعب قادر يرجع يوقف البلد على اجريه. وشكراً.